من جديد اهلا بحضراتكم. جمله سمعتها زمان ومن قناعاتي الحقيقه وهناقش فيها ضيفتي في مدى صحتها او خطاها. الاباء والامهات حاليا بيختاروا عريس وعروسه لابنائهم لكن ما بيختاروش اباء وامهات لاحفادهم. بمعنى انه معايير الاختيار بالتاكيد اختلفت كتير عن زمان. والاختيار ده واللي اغلبه بيكون متعجل بعد كده بنصاب بسبب بمجموعة من المشكلات الأسرية الرهيبة اللي بتأثر تأثير سلبي بكل تأكيد على الأبناء، والتأثير السلبي ده هيفرز بعد كده سلوكيات على الأبناء مش لطيفة. كنا دايما نقول إن الأسرة هي مؤسسة التنشئة الاجتماعية الأولى، لكن لابد ندرك النهاردة إن في مؤسسات أخرى أصبحت شريكة في مسألة التنشئة الاجتماعية. كنا الأول بنقول الأسرة وبعدها المدرسة وبعدها الأصدقاء وبعدها الشارع وبعدها كذا كذا كذا، ومتدرجين في المراحل أو في المؤسسات المعنية بالتنشئة الاجتماعية. النهاردة الوضع اختلف، الأسرة ما بقتش هي المؤسسة الأولى وبقى في عوامل أخرى وتفاصيل أخرى داخلة في مسألة التنشئة الاجتماعية. في النهاية إحنا أمام أسرة محتاجة لكتير من الانتباه ومحتاجة لكتير من التركيز على الأسباب اللي أدت، لأنه إحنا أمام أسرة نسبيا مفككة فيها أبناء ليسوا على قدر كافي من الانتماء أو على قدر كافي من السواء النفسي. تحياتنا لحضراتكم وتحياتي لضيفتي الكريمة أستاذة إيمان ممتاز، إخصائي صحة نفسية وداعم نفسي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيكي، صباح الخير. ويمكن أنت طرحتي موضوع مهم قوي قوي الفترة دي، فكرة أن المشاكل الأسرية بتأثر على إيه؟ هي مش بتأثر على الأسرة الصغيرة، يعني هو المجتمع ككل مجموعة من الأسر. لو أنا اهتميت بالأسرة وتنشئتها وبالتالي تنشئة الأطفال اللي هيطلعوا بعد كده، قد إيه المجتمع كله هيبقى مجتمع سوي. يمكن المشاكل الأسرية زي ما حضرتك قلتي بتبدأ من قبل الزواج. أنا بختار الشخص اللي قدامي ده، هل من نفس البيئة الاجتماعية بتاعتي، نفس الظروف بتاعتي، نفس الكفاءة، نفس التفكير، نفس التعليم. ببص للعيلة ككل، عيلة الزوج وعيلة الزوجة. عشان إحنا الاتنين كزوج وزوجة لما إحنا يعني مش فردين، إحنا أسر. بالظبط كده، إحنا أسرتين. بالظبط، أسرتين بيكملوا بعض. فبالتالي كده كده كل البيوت فيها مشاكل، بس هو الفرق بين إن ناس عندها مشاكل أسرية كبيرة لدرجة إن هي تأثر عندي على الأبناء بتفرق في إيه بقى؟ أنا تناولت المشكلة دي إزاي؟ هل المشكلة دي خرجت بره يا أنا وزوجي، ولا كمان الولاد بدأوا يبقوا طرف من أطراف هذه المشكلة، خاصة لو المشاكل دي بتحصل قدامهم. يعني بيبقى فيه إهانات، بيبقى فيه ساعات بنوصل لمراحل من الضرب والإهانات يعني ألفاظ بذيئة، كل ده قدام الولاد. وساعات الأب أو الأم بيبقى بيفرغوا الضغوط النفسية دي في الولاد. أو يعني ممكن يكونوا متخيلين لو دخلنا الولاد في أوضة لوحدهم إحنا بنتخانق، فهم فاكرين إن هم مش سامعين. لا، هم سامعين كويس جدا، والتأثير بيبقى كبير قوي قوي. فكرة عدم الأمان وعدم الثقة في إن ممكن حد من بابا أو ماما يختفوا من حياتي، ده بيأثر تأثير سلبي جدا جدا على الطفل ده في كل حاجة، سواء داخل الأسرة سواء خارج الأسرة سواء في مسألة التحصيل الدراسي. ويبدأ الطفل فكرة عوامل الأمان اللي مش موجودة عنده تبدأ عندي كمان، ممكن يوصل لمرحلة اللاسواء النفسي. طيب احنا دلوقتي كل الأسر فيها مشكلات باختلافها، باختلاف درجاتها وباختلاف نوعها نفسه. طيب الأبناء إذا احنا عندنا مشكلة وبطبيعة الحال ممكن ننفعل نسبيا وبقدر طبعا، نتعامل ازاي مع الابناء؟ يعني ما هو بطبيعة الحال هيسمعوا خلافنا، ايه الوسيلة المثلى؟ طبعا يا رب ما يجيبش خناق، انما ايه الوسيلة المثلى لو الحوار احتدم؟ نعمل ايه مع الابناء في حالة زي كده؟ انا عندي يعني في ليميت معين برضو. يعني لو الحوار العادي بالعكس انا لازم افهم ولادي ان المشاكل دي ممكن تبقى حاجه صحيه علشان كل واحد يعبر عن وجهه نظره، وبالتالي اعلم ولادي ازاي يعبروا عن وجهه نظرهم. بس اعلمهم ازاي يعبروا عن المشاعر دي ووجهه النظر. يعني ما الاب والام هم القدوه الاولى للولاد. فلو هو شاب بابا بيزعق جامد او ماما بتزعق جامد او مفيش احترام في العلاقه، الاحترام اساس كل العلاقات مش العلاقات الزوجيه فقط. لو انا ما عنديش الاحترام ده ابني برضو هيتعلم كده، هيتعلم ان انا هياخد حقي بالزعيق او بالمشاكل العنيفه. لكن المشاكل الصحية أنا معتبرها صحية، لأن هي بتفتح برضو مجالات للكلام والتواصل. أهم نقطة مهمة جدا التواصل. لو طرفين قدام بعض وقنوات الاتصال اللي بينهم مقطوعة، أنا هسمع وأنت مش هتسمعيني، وهفضل أتكلم وأنت أصلا كل اللي أنا بقوله ده مش سامعاه، أنت عايزة توصلي وجهة نظرك. ففكرة إن إحنا نتغافل شوية، إن إحنا يعني أنا أبقى عارفة مثلا الزوج ده متطلباتك إيه، أنا متطلباتي إيه، دوري إيه في الأسرة، أنت دورك إيه، بالتالي الأبناء هيبقوا عارفين ده دور الأب وده دور الأم. لكن للأسف ساعات بيحصل ازدواجية كده، اختلاط كده في الأدوار. ساعات الزوجة بتبقى واخدة كل الأدوار، وشايفين بابا مثلا قاعد ما بيعملش حاجة أو بيرجع من الشغل قاعد،
فتبدا المشاكل، الزوجه محمله بالضغوط، فيبدا الاب كمان للاسف يستميل احد الابناء يقول له شفت ماما متنرفزه ازاي. الولد ما بيشوفش غير اللحظه اللي امه مثلا بتعمل شيء خطا او العكس، ساعات ما بيشوفش غير الاب بيعمل الشيء الخطا. فكره استماله احد الابناء ده برده بيزود من المشاكل النفسيه. فحتى لو في مشاكل اسريه اقعد مع اولادي وافهمهم ان المشكله دي كمان خلصت لما تخلص ان شاء الله، لان معظم الاباء مشاكل بتبقى كبيره جدا قدام الابناء، ولما بيتم الصلح بيبقى بعيدا عن انظارهم، فالولد بيفضل حاسس بقله ثقه، انا في مفيش امان، يفضل قاعد، يجي لي بقى كمان اعراض جسديه ونفسيه. يمكن من الاعراض الجسديه الاساسيه لعدم الامان تبول لا ارادي، ممكن يحصل عندي في سن كبير، ساعات بنوصل لتهتهم. ده الاعراض الجسديه الواضحه جدا. اعراض نفسيه يبقى عندي كوابيس، او الطفل يحصل عنده شره او نهم في الاكل، او ما يبقاش عنده اي قابليه للاكل، بيبقى عنده اضطرابات قلق جامده جدا، وتيجي الام تستغرب تقول هو الولد ماله ده كان كويس. ما بيبقاش قادره تستوعب فكره ان المشاكل الزوجيه اللي بين الاب والام هي اللي سببت ده عندي، يعني بيبقى سبب مباشر جدا للمشاكل النفسيه عند الاطفال. في اباء وامهات كتيره بيعملوا حاله من حالات الاستقطاب لاولادهم، يعني الاب بيقول لك ايه شوف خليك انت معايا، انا الكويس، انا اللي ما بعملش مشاكل، انا اللي مش بزعق، وخد الفلوس دي هات لك بيها اللي انت عايزه. على جانب اخر الام هي كمان بتعمل نفس الدور، وهم مش فاهمين ان هم هنا بيقسموا الولد وكانهم بيشدوه من طرفين، والحقيقه ان احنا امام جيل برضو كارثي. هو كمان هو الراجل يعني عارف مصلحته فين، بابا اللي بيدفع، طب انا مع بابا على طول الخط وماما هي الغلطانه، او العكس كمان صحيح. فازاي احنا ممكن نلغي حاله الاستقطاب وحاله الشد من الطرفين اللي بتحصل للابناء دي، وللابناء انسجموا معاها جدا وبقوا بيشوفوا المصلحه فين ويروحوا معاها؟ بالظبط، هي دي يمكن بتحصل اكتر كمان في مشاكل الطلاق. بتبقى اكتر ظاهره قوي يعني. لكن حتى في اثناء الاسره واحنا الاسره مكتمله عادي، علشان الولد يبقى معايا يوم ما اتخانق مع باباه او الاب نفس القصه، خاصه لو هما بيدخلوا طرف خارجي يخش في المشكله، فيقولوا طب اسال الولد انا بعمل ايه، والبنت وبالتاني بيستملهم. لو الاب والام حتى نجحوا في الاستماله دي لفتره، هما بيدمروا اولادهم تدمير كامل. يعني انت بتعلم ابنك ان هو يكذب، او ان هو ما يشوفش الحقائق، او اجي على طرف اكتر من طرف. المفروض الاب والام دول ماشيين بالتوازي على نفس الخط، نفس الحب ونفس المعزه ونفس الاحترام. لو انا جيت طرف على طرف او بقيت اقرب ليه، هيبقى الطفل عنده كده زي تشويش بيحصل بالنسبه له. المشكله الاكبر بقى الام كمان، معلش شيء بشيء يذكر، اللي تيجي مثلا تخرج وتقول للزوج احنا رايحين مثلا واتيفر اي مكان، وتقول للولد بص احنا هنروح المكان التاني بس اوعى تقول لبابا. بعلمه الكد هنا، ونفس القصه برضو سويتس وفلوس وحاجات كتير. ويكبر الولد او البنت ان الكذب ده حاجه عاديه. وتيجي الام بعد كده وهي بتربي او باساليب التنشئه بتاعتها، انا مش عايزه ابني يكذب، يا ده انا هدور على تعديل سلوك، ده انا ابني بيكذب وبقى المشكله بقت كبيره وفي المدرسه وفي كل حته. ما حضرتك انت النواه الاساسيه، انت حطيتيها البذره الاساسيه ان عادي ان انا اكذب، ايه المشكله؟ وان بابا مش حد يعني ممكن عادي ان انا اكذب عليه، ما كبرتش برضو كيان الاب. مهم جدا الاب يكون في المكانه بتاعته علشان الولاد يبداوا يحترموا الاب زي ما الام بتحترمه بالظبط. احنا المفروض نشرك ابنائنا في مشاكلنا؟ هل المفروض نناقشهم، نقعد معاهم، نقول لهم انا اختلفت انا وبابا على كذا، بس الامور هتتحل والدنيا هتبقى لطيفه، ولا مش المفروض ان احنا نشركهم في ده؟ هل المفروض ان احنا نبين لهم ان الدنيا طول الوقت لطيفه وان الخلافات دي امر طبيعي بيحصل في اي بيت، ولا نقعد معاهم يسمعوا يعرفوا تفاصيل، ناخد رايهم، طب انت شايف انه انا غلطت ولا هو اللي غلط؟ التعامل ازاي الامثل مع الولاد في المشكلات؟ المشكلة لو طلعت براكم بر الزوج والزوجة والولاد سمعوها، ممكن اناقش بطريقة ما تحسسهمش بعدم الامان. يعني اركز قوي وانا بتكلم، يعني بلاش ان احنا نوصل لمشكلة طب انا عندي مشكلة مع بابا يا ولاد وانا قررت ان انا هنفصل عنه، او الاب يقول نفس الكلام. خلي دايما ان في مشكلة ما انتوا سمعتوها، معلش غصب عننا، ونعتذر لهم على فكرة، ونقول لهم احنا في طريقنا للحل. لكن في سن مراحل الطفولة جميعا
الولاد مش هيستوعبوا فكره الخلاف اللي بين الاب والام. ممكن نقول في مشكله ما، بس انت واخوك بتتخانقوا مع بعض الصبح بتبقوا الليل اصحاب مفيش مشكله خالص. فنعلمه ان الفكره نفس الفكره، لكن لو ولادي في مرحله المراهقه وانا محتاجه رايهم ورايهم ده هيؤثر في المشكله اوكي، لكن لو مش هيؤثر بلاش. خلي المشاكل بين الاب والام طالما هي بينهم. بلاش كمان المشاكل الماديه، لان ساعات الاب والام بيتكلموا فيها قدام الولاد، فالولد برده بيبقى عنده قلق. معناش فلوس، ايه ده؟ طب احنا لو الراجل بتاع الكهرباء خبط علينا مش هنعرف ندفع. طب يا مامي انت معاكي فلوس مثلا ندفع مصاريف المدرسه؟ بيبداوا يحملوا الولاد حاجات فوق طاقتهم هم مش هيستوعبوها. انا كاب وام ممكن احل المشكله وبعيد وبكرر تاني، دايما المشاكل بتبقى مطروحه قدام الولاد ووقت الحل ما بنفتكرش ان احنا نقولهم. فالولاد بيفضلوا واقفين عند النقطه دي. انت حضرتك بتبقي فاكره ان هم تعدوها وتخطوها معاكي، هم واقفين عندها. وزي ما بقول لك بيحصل فكره الكوابيس وفكره الخوف، يعني عندي خوف غير مبرر، والاساس والمنشا بتاعه للاسف سببه بيكون الاب والام. انا مش بروج للطلاق بالتاكيد، بس كتير من الاسر المصريه او الابواب المصريه مقفوله على اشكال من العلاقات غير سويه بالمره. الاولاد شايفين الاب نايم في مكان والام نايمه في مكان، الاولاد شايفين ان الاب والام ما بيتكلموش مع بعض، في نظرات متبادله مش لطيفه وفيها حده، حتى الجمل نفسها احنا ما بنشاركش بعض حتى في مناسباتنا الاجتماعيه المختلفه، ولما تسال الطرف ده او تسال الطرف ده يقول لك انا عايش عشان الاولاد. انهي ولاد اللي بتتكلم عنه؟ ازاي انا متصور انا كاب او ام ان الولاد دول هيطلعوا اسويه في جو غير سوي؟ ويعني ايه ان انا عايش عشان الولاد؟ انهي ولاد وبانهي طريقه وبانهي صيغه؟ البيوت دي اللي فيها خرز زوجي واللي فيها صمت زوجي واللي فيها اختفاء كامل للمشاعر للعلاقه الحميمه للكلمه اللطيفه للطبطبه الحنينه اللي ما فيهاش حتى تسلم ايديكي او شكرا ليك ان انت عملت لي كذا، ازاي نطلع ولاد اسويه في واقع بالشكل ده؟ هي طبعا هي من الجمل الخاطئه اللي انا رافضاها تماما، فكره ان احنا قاعدين مع بعض عشان الولاد. احنا بندمر الولاد معانا، يعني هي العلاقه او انا عايزه احافظ على الشكل الاجتماعي ان انا ما زلت زوجه. هي الفكره مش كده، او احنا بدايه انت قلتي ايه اللي مختفي؟ الاب والام مفيش تواصل، فبالتالي مفيش علاقه حميمه، فبالتالي مفيش اصلا ود، مفيش تسلم ايديكي، ده بالعكس وممكن يبقى في مشاكل او بيبقى يعني الفاظ بذيئه للزوجه والاهل الزوجه كمان. ولما ناس بتتدخل من بره والزوج كمان واهله والله عشان يعني ما نبقاش جايين عليه حبيبي والزوج يعني بصي هي العلاقه متبادله. لو ما فيش احترام والاحترام اختفى من العلاقه تمام، والموده والرحمه اللي هم اساس الجواز، يبقى في علاقه زوجيه ازاي؟ نرجع بقى لورا، مفيش مشكله ملهاش حل ايا كانت المشاكل، ولو احنا عندنا قنبله موقوته داخل المنزل تاكدي ان كل حاجه ليها حل. حلها الاولاني التواصل، انا عايزه اسمعك انت مشكلتك ايه؟ انت تسمعني مشكلتي ايه؟ ما بقاش متسلطه بقى، لا انا عايزاك تعمل واحد اتنين تلاته وانا مش هعمل. ما هو احنا في صراع استاذه ايمان طول الوقت انه مين اللي هيسوق؟ الدفع في ايد مين؟ بالظبط. هي فكره النديه، لا انا زي ما قلت في الاول انا محتاجه كل واحد يعرف ايه دوره. انا جوزي ده ليه عندي ايه؟ وانا كزوجه ليه عندك ايه؟ فكره برضو الزوج او الزوجه اللي بيتنازل قوي عن حاجات معينه في اول العلاقه وبعد كده بعد فتره بيطالب الطرف الاولاني بيها، انت خلاص هو اتعود على روتين معين، لكن نقدر نكسر الروتين امتى؟ لو الطرف الثاني عايز يسمع، عايز يصلح. فكره النديه وفكره العند وفكره ان انا اللي عايزه رايي هو اللي يمشي، ده هيوقف اي علاقه، حتى علاقه صديق بصديقه. لو انتوا الاثنين الاراء عكس بعض مفيش حد عايز يتنازل شويه. كده بقول احلى حاجه في التربيه او في العلاقات الزوجيه او العلاقات بين الناس التغافل. نعمل نفسنا مش واخدين بالنا، هنعدي دي. حته ثانيه ان انا ازاي ابني، يبقى عندي نقول صندوق المشاعر. صندوق كده مخلينه على جنب، حاطه فيه مشاعر كتير، وقت ما يحصل مشكله كبيره مع جوزي اقول ايه؟ لا بس هو في الوقت ده كان واقف جنبي، في الوقت ده مثلا كان واقف جنب مثلا مامتي وهي تعبانه وبتاع. افتكر له الحلو، مش هو انت عمرك ما عملت لي حاجه. بالظبط، فكره التعميم دي من اخطاء التفكير اصلا، ان انا اعمم الفكره. لا طب معقول ما عملش حاجه حلوه؟ معقول هي ما عملتش حاجه حلوه؟ نمسك في الحلو، ده لو انا عايزه اصلح العلاقه. فكره بقى ان انا بسمع من حاجات خارجيه، لا انت ازاي لازم تذبح لها القطه؟ انت ازاي يسيطر عليكي؟ لا انت ليكي الكلمه الاولى والاخيره. لا هي الفكره احنا مش داخلين حرب، احنا الاثنين اكننا كده شركاء في شركه، نتخيلها شركه وقاعدين على ترابيزه الاجتماعات وكل واحد بيحط الورق بتاعه ونشوف احنا في الاخر عايزين ننجح الشركه.
مش نخسره. فنعمل ايه عشان ننجح الشركه؟ لو فكرنا في الجواز كده ان هو مؤسسه وعايزينها تنجح، واولادنا دول الاستثمار بتاعنا بعد كده، تاكدي كل الخلافات دي هتدوب جدا مجرد فكره التغافل اللي قلت عليها. تنازع التربيه، انا عايزه اربي ابني بطريقه وهو عايز يربيه بطريقه، والتعليمات اللي انا بقولها هو بيجي يكسرها، او هو بيقول تعليمات فانا اكسرها، والجد والجده بقى مؤسسه الدلع الكبرى يعني اللي هيدخلوا هم كمان بنمط من التربيه او من التعود مش لطيف. انا مثلا ما باكلش ابني حلويات، يجي الجد والجده يجيب له شوكليت، اول الكلام كده. فنعمل ايه في تنازع اطراف التربيه؟ هو اولا الاب والام بدايه لازم نقعد مع بعض نتفق احنا هنربي اولادنا ازاي. ولو فرضا حصل حاجه قدام الولاد، خلاص انا باكد على كلام بابا مع اني مش متفقه معاه على كده، بس لازم اكد في التوقيت ده لا هنسمع كلام بابا يا اولاد، والعكس هنسمع كلام ماما. مش ماما قالت لك كذا، اوكي. لو انا بقى عملت قدام الولاد، مش انا قلت لك، مش انا قلت لك مش هنعمل كذا، مش انا قلت لك انت بتكسر كلامي، الولاد هيعملوا ايه؟ هيستغلوها. احنا قلنا ان اولادنا اذكياء جدا، هيستغلوا ده. شوف مين الطرف اللي بيدلع اكتر ونروح نقول له ده منهم. فهي الفكره كلها، انا عايزه، انا كل ده انا بعمل لاولادي ايه؟ فكره العقاب لاولادي، هل انا مثلا عايزه اعاقبهم انا يعني بضايقهم، ولا ان انا عايزه اصلح في التربيه اقوم سلوكهم؟ بالظبط كده. زي فكره برضو التذبذب في التربيه، مش بين الاب والام بقى، تذبذب في نوع العقاب نفسه. يعني انا ممكن على نفس الفعل ده النهارده انا مش مضغوط، فيا اوكي حبيبي اقول سوري والموضوع خلص. تاني يوم انا مضغوط جدا، او انا واقفه في المطبخ طول النهار ويعني محمله باعباء كبيره جدا، اديله رد فعل وعقاب قوي جدا على نفس الفعل اللي عمله امبارح. طب هو الطفل بيحصل له ايه؟ فكره ايه؟ طب انا كده ولا كده؟ بابا ولا ماما؟ مين فيهم اللي صح؟ فانا قبل ما ابدا في موضوع التربيه، لان ده برضو اللي بيسبب لي في الاخر مشاكل زوجيه. يعني ممكن يبقى الزوج والزوجه ما فيهم عندهمش اي مشاكل وعلى وفاق دائم، ومشكله بس مين يمشي رايه او مين بيربي بطريقه افضل، ده يعمل مشاكل وهكذا. دي بتخلي الطفل يحس ان انا سبب المشكله، وبالتالي اي مشكله بين بابا وماما بعد كده بيبقى فاكر هو اللي سبب فيها. فالطفل ده بالذات مهم ان انا كل شويه اقول له، او اولادي كلهم، خلي بالكم المشكله دي ملهاش علاقه بيكم، دي حاجه بيني انا وبابا، زي ما انتوا اخوات بتتخانقوا احنا كمان اختلاف في وجهات النظر. طبعا كل ما الامور بتبقى فيها احترام وفيها هدوء شويه، الموضوع بيبقى افضل قدام الاولاد. ولو انا حاسه ان جوزي هيتخانق او مراتي مثلا يعني هتنفجر او انا مضغوطه شويه، اسكت شويه وبيني وبينها بعد كده نتكلم. مش لازم المشكله تبقى قدام الولاد، يعني نحاول على قد ما نقدر. في اتفاق ضمني كده معرفش تم ازاي في غفله من الزمن، انه الزوج والزوجه او الاب والام هنا في العلاقه الزوجيه دي، الراجل ده عباره عن كيس فلوس، والست دي هي طباخه وغساله وبتحمي الولاد وبتقوم بالامور المنزليه. معرفش التقسيمه دي جت منين، وفي فصل واضح ما بينهم، ما بين الدور ده وما بين الدور ده. فبالتالي الدور ده نتج عنه انه الست هي مكتفيه بالادوار اللي بتعملها اذا عملتها اصلا، لان في ما ننكرش ان في سيدات ما بتعملش الدور ده بشكل جيد، والراجل قال لك لا انا بشتغل وبجيب لكم فلوس، انتهى دوري على كده. فلا بيذاكر للولاد ولا بيقعد معاهم ولا عايز يتحمل مسؤوليه اي شيء، والام تكون هي مسؤوله عن التفاصيل دي. وكل واحد فيهم من الاب والام دول بيتصور ان هو هنا ادى دوره المطلوب تجاه الولاد، فالاب ما بقاش يزعق وما بقاش فيه سلطه ابويه في البيت، والام تولت هي المسؤوليه وشعر انها بتضحي وبتقدم كتير جدا وهي الكيان كله على راسها او على المهمه اللي هي بتقدمها. نعمل ايه؟ ازاي تتصلح المساله؟ ازاي يفهم كل طرف انه له ادوار اخرى غير المتفق عليها ضمنيا دي؟ مع اتفاقنا التواصل، هو التواصل بصي هيحل كل المشاكل. ان انا دلوقتي انا اوكي، انت كزوج ليك حق فعلا تبقى جاي تعبان ومرهق طول اليوم، تمام، لكن في وقت تقعد فيه مع الولاد. يعني انا دايما بقول نعمل حاجه اسمها كواليتي تايم او فاميلي تايم، هم مع بعض ساعه كل يوم او نص ساعه، مش مشكله ساعه، تمام، بس من غير موبايل، من غير تلفزيون، نقعد نتواصل كاسره. ولو انا عندي مشكله ما مع الولاد وعايزين نحط لها تارجت، هنخلي التارجت ده نشتغل عليه طول الاسبوع مثلا، ويبقى في مكافاه للطفل اللي هيعمل التارجت اللي انا عايزاه يوم الجمعه مثلا، يبقى ميتنج كبير يوم الجمعه وهكذا. فكره ان بابا هيجي حتى وهو تعبان وانا عارف ان هو تعبان بس هيقعد معايا نص ساعه دي، وماما برضو هتفضي نفسها تقعد معايا نص ساعه دي، هنطرح حاجات كتير قوي. والام مهم تقعد مع جوزها تقول له، يا اما مثلا انا لازم اخفف على الام حتى لو انا غير قادره ماديا، ان انا مثلا يعني يبقى في حاجه تقوي شويه او كورس تقوي شويه الولد وانا اللي مضطره اذاكر معاه، يبقى نشيل جزء من المسؤوليه على الام، الاب يعمله. لو هي مثلا تنزل تجيب حاجات من السوبر ماركت، يبقى الاب وهو جاي هيجيبها وهكذا. كل ده هيحصل ازاي؟ بالتواصل والامور الجيده. ولو انا الدنيا
هادية والأمور كويسة وأنا بحترم جوزي وهو بيحترمني، تأكد إن هم هيوصلوا كل اللي هم عايزينه، وكمان يسمعوا آراء أولادهم، وهعلم ولادي كمان إزاي يعبروا عن نفسهم، إن هم شايفين بابا في الوقت اللي إحنا بنقعد مع بعض إزاي بيعبر، إزاي بيقول مشكلة وحلها، فبالتالي حتى يبقى عندهم هم خبرة مستقبلية على لو أي مشكلة هم اتحطوا فيها. وكمان هنعرف حاجات كتير عن ولادنا، صحيح زي الأمهات صحيح. اللي مش عارفة أي حاجة تقول أنا بعرف مثلا من الجروبات بتاعة المدرسة أو المدرسين يشتكوا مثلا من حاجة معينة وأنا ما أعرفش عنها حاجة، فبالتالي هم مش شايفين ان في تواصل اصلا. لازم تشرفينا تاني لان موضوع الاسره شغلنا الشاغل ومحتاج حديث طويل. شرفتينا استاذه ايمان. الله ميرسي جدا. شكرا جزيلا على وقتك. استاذه ايمان ممتاز، استشاري صحه نفسيه ودعم نفسي. الاسره ثم الاسره ثم الاسره، اذا كنا بنبحث عن مجتمع سوي. تحياتنا لحضراتكم وصباحنا مصري.